أهلا بكم. كشف المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ عن ترتيبات لإجراء اللقاء بين الأمم المتحدة وممثلين عن ميليشيا الحوثي والمخلوع، وأضاف أن هناك صعوبة في التوافق بين الحوثيين وصالح، معربا عن مخاوف إزاء الخلافات التي نشبت مؤخرا بين الطرفين. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما هي محددات اللقاء المرتقب، وهل يكون لقاء للتشاور وتقريب وجهات النظر أم للتفاوض حول الحلول المقترحة، وهل من رهانات جديدة في تحركات ولد الشيخ الأخيرة أم أن ما يقوم به يأتي في سياق عمله الروتيني؟ اجتماع جنيف المرتقب يرى مراقبون أن أجندته لن تخرج عن ما سبق وتقدم به المبعوث الأممي بخصوص ميناء الحديدة وآليات صرف المرتبات وربما رفع الحصار المفروض على تعز كمقدمة لتسوية شاملة. فهل تنجح مساعي المبعوث الأممي الجديدة خصوصا بعد التغيرات التي طرأت على المشهد السياسي وظهور تباينات كثيرة في موقف أطراف الانقلاب؟ وهل تكون هذه التباينات مقدمة لخلخلة موقفهم الصلب أمام مساعي التسوية أم أنها تضيف تعقيد آخر إلى تعقيدات الأزمة اليمنية؟ نبدأ النقاش بعد أن نشاهد التقرير التالي. اجتماع مرتقب لأطراف الحرب في اليمن، المكان هو جنيف وفق أرجح التوقعات التي عبر عنها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ في أحدث تصريحاته. أجندة اللقاء المقبل الذي أكد المبعوث الأممي أن حليفي الانقلاب سيشاركان فيه هي نفسها: ترتيبات ميناء الحديدة وآليات صرف المرتبات وربما رفع الحصار المفروض على تعز تمهيدا لتسوية شاملة. كل هذه النقاط في الحقيقة وخاصة المحادثات التي حصلت بالكواليس مع المسؤولين في المنطقة، كل هذا يدفعني إلى شيء من التفاؤل، وأبلغت الأمين العام بذلك، ونحن حقيقة الآن نريد دفع الأمام إلى في هذه المبادرة. النبرة المتفائلة للمبعوث الأممي لم تأتي بناء على تفاهمات مع طرفي الحرب، بل حصيلة الانطباعات التي تشكلت لديه إثر جولته الأخيرة التي بدأها في مسقط وشملت جدة والرياض وطهران وأبوظبي وانتهت بعمان. في آخر زيارة للمبعوث الأممي إلى صنعاء لم يلتقي أي من طرفي الانقلاب، ولم يتمكن من شرح الكثير عن آليته المقترحة بشأن الحديدة، لكن الموقف الموحد لشريكي الانقلاب الذي لمسه في السابق لم يعد كما كان، فهناك صعوبة في التوافق بين ميليشيا الحوثي والمخلوع إزاء التفاوض، ما يجعل من هذا التطور أحد العوامل المثيرة لقلق ومخاوف المبعوث الأممي من انفجار قد يحصل في صنعاء. حظيت تعز بأوضح موقف يعبر عنه مسؤول أممي حيال الانتهاكات الخطيرة وجرائم الحرب التي تتعرض لها من قبل الانقلابيين، ما يفرض بقاءها جزءا من الترتيبة المرحلية التي سيتركز حولها لقاء جنيف المرتقب. مدينة تعز حقيقة وصلت إلى مستوى من المأساة الإنسانية لا يتحمله يعني العقل. هناك يعني ضرب ضد المدنيين، هناك معاناة مباشرة، وهذا كررناه، وهذا مع الأسف لا يبرر ويختلف مع كل العرف اليمني والتقاليد اليمنية وكذلك مع القانون الإنساني الدولي. الانفراجات الوشيكة التي بشر بها المبعوث الأممي على خط المشاورات السياسية دونها على ما يبدو جبل من التعقيدات الذي يتعين هدمه قبل بلوغ الاجتماع المرتقب في جنيف. أبدأ النقاش مع ضيفنا الدكتور محمد جميح المحلل السياسي. إذا أبدأ مع ضيفي من صنعاء المحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي. أهلا بك أستاذ عبد الوهاب. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الوهاب. بداية، هل سيذهب الوفد الانقلابي إلى جنيف للقاء ولد الشيخ؟ بداية مساء الخير لك وللسادة المشاهدين الكرام. هو بالطبع المتابع للعملية السياسية في الفترة الأخيرة يجد أن هناك حالة من التأزم فيما بين المبعوث الأممي وبين أطراف صنعاء، ليس على خلفية التفاصيل في الملف اليمني، وإنما على خلفية المبعوث أو أداء المبعوث اليمني المبعوث الأممي ذاته. وهو عندما تحدث أيضا عن أن هناك محطة متوقعة في جنيف، هو ألمح لهذا الأمر بأنه
على ما يبدو ليس هناك استعداد حتى الآن لدى أطراف صنعاء وخصوصا طرف أنصار الله للتعاطي معه سواء في جنيف أو في غير جنيف. الجميع يعرف أن هناك حالة من التوتر سائدة فيما بين أطراف صنعاء وبين وجل الشيخ، وصلت إلى أن أطراف صنعاء تقدمت رسميا بطلب تغييره إلى المنظمة الأممية، وتبعها محاولات عدة لمحاولة التواصل بأطراف صنعاء لم يفلح فيها. دخلت فيها في إحدى المرات الصين وأيضا لم تنجح. الزيارة أيضا إلى طهران كانت على ذات الخلفية في محاولة للتدخل لدى أطراف صنعاء لعودة التعاطي مع المبعوث الأممي، لكن لم يتم حتى الآن التوصل إلى يعني تفاهم يسمح بعودة التعامل مع المبعوث الأممي ابتداء قبل قضية بحث تفاصيل الملف اليمني. يعني أنت لا تتوقع أن يذهب وفد من صنعاء إلى جنيف؟ إلى حد الآن ليس هناك أي مؤشرات. المسائل تأخذ على ما يبدو أبعاد تعقيد إضافية. الدور الذي يؤديه ولد الشيخ الآن فيما يتعلق بموضوع الحديدة، أطراف صنعاء هي تتصور بأن دوره دور احتياطي أكثر من كونه دورا باحث لحل، بمعنى أنه يريد أن يحول القضية من مسألة مشادة مع تحالف السعودي إلى مشادة مع الدور الأممي من خلال تقديمه لمقترحات فيما يتعلق بالحديدة خصوصا، وتركه للملف اليمني ككل الذي كان يجب أن يستمر فيه انطلاقا من نقطة الرؤية أو المقترح الذي تقدم به المعروف برؤية ولد الشيخ أو بخارطة ولد الشيخ للحل في الملف اليمني. وبالتالي المسائل هي ذاهبة في تعقيد أكثر وليست متجهة باتجاه الحل حتى الآن. طيب أعود لضيفي الكاتب والمحلل السياسي دكتور محمد جميحة. أهلا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا دكتور محمد. بداية، باعتقادك على ماذا بنى تصريحاته وأماله ولد الشيخ بإمكانية أن يكون هناك لقاء قريب في جنيف؟ هو في الواقع يعني المتتبع للأداء، طبعا بعد التحية لك وللضيف الكريم من صنعاء الأستاذ عبد الوهاب والمشاهدين، ولد الشيخ يعني المتابع لمسيرته في هذا العمل يجد أنه يحاول جاهدا أن يخرج بأي نجاح، ولو حتى على المستوى، إن لم يكن على المستوى السياسي فعلى المستوى الإنساني، وإن لم يكن على المستوى الإنساني فعلى المستوى الأداء، على مستوى الأداء البلاغي والكلام. هو يريد أن يخلق نوعا من الانطباع بأن الأمل موجود وبأنه يمكن في نهاية هذه المهمة أن يكون هناك شيء من أو بصيص من الأمل أو من النور في نهاية النفق كما يريد. نحن نتذكر عندما بدأت محادثات جنيف الأولى، جنيف واحد، ولد الشيخ كان مفعما بالأمل وكان يصرح بأن الأطراف يعني اجتماع الأطراف على طاولة الحوار يعد إنجازا في حد ذاته. طبعا قال ذلك بعد أن كان مفعما بالأمل في بداية الاجتماعات. بعد أن خيبت الاجتماعات آماله في وجود انفراجة قال أن مجرد الاجتماع يعد انفراجة ويعد تقدما. طبعا الوضع معقد بشكل كبير. أنا أتصور وبكل وضوح وأقول بأن الحل في اليمن يجب أن يكون حلا عربيا، أن لا يبعد إلى الحل الأممي. المبادرة الخليجية كانت مبادرة يمنية بالمقام الأول، تبنتها دول الخليج ثم تبنتها الجامعة العربية ثم ذهبت إلى الأمم المتحدة لتصبح إحدى وثائق الأمم المتحدة في هذا الشأن. لكن الذي أخرج اليمنيين من المأزق السياسي الذي تبع ثورة الشباب في 2011 هو المبادرة الخليجية، عندما جلست الأطراف في الرياض ووقعت على هذه المبادرة. الآن يفترض أو في تصوري أن الحل يقترب من تقنيات الأداء العربي، بمعنى أنه يعني لابد أن يكون الحل بإشراف الدول العربية وبإشراف الدول المعنية بدول الخليج. لماذا لا تقوم؟ لكن حتى الآن يا دكتور محمد لا توجد أي مؤشرات أو أي ملامح لأي حل قريب. هو لا توجد مؤشرات، ولذلك يعني في المدى البعيد ربما أنا أتصور
أن تلعب المملكة العربية السعودية دورا كبيرا أشبه بالذي لعبته روسيا في سوريا. الروس دخلوا طرفا من أطراف الصراع، لكنهم بعد ذلك عملوا كمظلة لتقريب وجهات النظر وإحلال العملية السلمية. يمكن أن تلعب الدور مع الفارق، طبعا أن تلعب الرياض هذا الدور، لكن طبعا أنا أقول بأنه بعد أن استعصى الحل السياسي عند ولد الشيخ بدأ يختصر الأزمة اليمنية في جانبها الإنساني. ما هي المعطيات التي تنطلق منها دكتور محمد أنت في هذه الرؤية بأن إمكانية السعودية اليوم أن تلعب هذا الدور وتتحول من طرف ربما إلى وسيط وجامع لإيجاد حل؟ هو يعني المؤشرات الأولى عندما لجأ الرئيس هادي إلى الرياض، دعت الرياض جميع الأطراف اليمنية إلى مؤتمر الرياض، مؤتمر الحوار في الرياض الذي أعقب عاصفة الحزم آنذاك. طبعا لم يلبي الحوثيون ولم يلبي حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح الدعوة حينها لاعتبارات معينة، الحرب لا تزال في بدايتها كانت. أنا أتصور أنه يمكن لدولة عربية أن تكون الرياض، تكون الكويت أو حتى عمان، هناك بعض المؤشرات التي تشير إلى أن الأطراف يمكن أن تلتقي فيها. الرئيس السابق قال في أحد خطاباته بأنه يمكن أن يذهب إلى أي مكان ليس لديه أي اعتراض، وبين الحين والآخر يحاول علي عبد الله الصالح أن يغازل السعوديين بأنه يمكن أن ينفتح الحوار معهم. المشكلة أن هذه البحيرة الراكدة لا توجد أو لا يوجد من يحرك مياهها. هناك في تصوري الحل في اليمن أو الأطراف في اليمن التي تبحث عن حل أشبه مجموعة، إنجاز التعبير مع الاعتذار للتشبيه، أشبه مجموعة من القطط التي تتصارع داخل غرفة مغلقة تبحث عن فتحة للخروج دون أن يكون هناك من يدلها على هذه الفتحة، ودون أن تستطيع هي أن تهدأ قليلا حتى تتبصر الأمر لترى النور المنبعث من هذه الفتحة. طيب سأعود لك دكتور محمد حتى نتحدث عن هذا الركود والجمود الحاصل الآن وإمكانية أن يكون هناك دور للتحركات الأخيرة لولد الشيخ في تحريك هذا الجمود. أعود لضيفي من صنعاء الأستاذ عبد الوهاب الشرفي. أستاذ عبد الوهاب الشرفي، ربما أشرت أنت إلى تعاطي سلبي من قبل الحوثيين مع جهود ولد الشيخ، ربما رفض مطلق لمقابلته وكل ما يطرحه الآن. هذا التباين الموجود الآن في المواقف بين طرفي الانقلاب، لأي حد يمكن أن يعمل على خلخلة في الموقف ويكسر من حالة التصلب الحاصلة والموجودة في موقف الحوثيين تحديدا؟ هو طبعا التباين ابتداء يعني يأخذ جانبين، الجانب الأول هو حول تفاصيل الملف اليمني ذاته، والجميع يعرف بأنه كان هناك شيء من النفور أو من السجالات فيما بين الطرفين فيما يتعلق باتفاقية ظهران الجنوب أو باتفاق ظهران الجنوب والمتعلق باللجان المشتركة. والمنح الآخر لهذا يعني التنافر بين الطرفين الآن هو حول قضية التعاطي مع ولد الشيخ. المؤتمر الشعبي العام هو يعطي مرونة في هذا الجانب، ولديه إرادة ربما تكون أكثر فعالية في جانب الخطوات السياسية أو التكتيك السياسي. هذا الأمر هو يظهر في المبادرة التي خرجت الآن باسم مجلس النواب، وفحواها أو المراد منها هو قضية قطع الطريق على ولد الشيخ أكثر من كونها صيغة لحل ما متعلق بالحديدة أو بالملف اليمني. كيف قطع الطريق؟ هناك من يرى في هذه المبادرة أنها ربما تتماهى مع ما طرحه ولد الشيخ بتسليم ميناء الحديدة. المضمون العام بالنسبة للمبادرة المطروحة هو يتمثل في قضية بما أن ولد الشيخ يريد أن يحرف الأمور عن مسارها الطبيعي ويريد أن يدحم الأمم المتحدة في مواجهة أطراف صنعاء عن طريق طرحه أو اقتراحه بأن يسلم ميناء الحديدة لإدارة أممية، الرفض لهذا الأمر قد يورط أطراف صنعاء في قضية رفض الرغبة الأممية، لهذا هم لجأوا إلى قطع الطريق عن طريق أنه نحن سنستجيب لهذا المطلب، لكن يجب أن يكون مطلبا عاما لكل المنافذ اليمنية بما فيها تلك التي هي تحت إدارة طرف هادي. طيب، وهناك من يرى أن هذا التباين الحاصل في موقف طرفي الانقلاب إنما هو توزيع أدوار للتلاعب أيضا مع الأمم المتحدة وكل الجهود والقرارات المبذولة أيضا. هو في الأخير لا يوجد تباين جوهري يمكن أن يؤدي إلى مسألة
التلاعب. يعني في الأخير الصيغة العامة للحل لو تم المواصلة المشوار فيها كلا الطرفين قبل بها ووقع بها وهي المتمثلة في خارطة ولد الشيخ. لكن الآن المسألة هي متعلقة حول قضية أن ولد الشيخ لا زال مؤهلا بالقدر الكافي للتعاطي مع الملف اليمني باتجاه صيغ حل أو استكمال مشوار خارطته للحل، أم أنه تحول فقط إلى تغطية للرغبات التحالف السعودي باتجاه الملف اليمني. يعني مسألة ظهوره فقط في المواقف التي تحتاج تغطية، مثلا نشاطه الأخير أصبح متزامن مع قضية بدء التغطيات للمجازر التي ترتكب بحق المدنيين، وبالتالي حديثه عن السلام هنا مع تركه لأكثر من فترة شهرين الآن دون أن يقدم أو يؤخر في الملف اليمني تعطيك انطباع بأن هذا الرجل يريد أن يحتال على الرأي العام في جانب المجازر المدنية. أيضا تركه لقضايا خارطته والملف اليمني ككل وتوجهه إلى ميناء الحديدة تحديدا الذي بدأ التحالف السعودي يبدي رغبته في مهاجمته كواحدة من أهم خطواته القادمة، بينما هناك مثلا لو افترضنا قضية قبول الملف اليمني للتجزئة فلديك ملف تعز في الأخير هي المحافظة الوحيدة التي يدور فيها القتال على رؤوس المدنيين، وكانت هي الأولى بأن يكون هناك مبادرة خاصة بها وجهد مرتفع من المبعوث الأممي لإعفاء المدنيين من ما يعانونه من ويلات، لكنه تحول لما يريده التحالف السعودي بالنسبة لمعركة الحديدة ومحاولة تعبيد الطريق. سأعود لك وسنتناقش أيضا في مواقف وأسلوب التعامل المبعوث الأممي. أعود للدكتور محمد جميح من الرياض. دكتور محمد جميح، إذن الآن هذا اللقاء المرتقب في جنيف باعتقادك ما هي محدداته الأساسية وأيضا التحركات الأخيرة هذه الولد الشيخ، هل ربما قادرة هي على فعل وكسر حالة الجمود الحاصل الآن في العملية السياسية؟ أنا لا أعتقد ذلك، لا أعتقد أنه سيكون هناك كسر للجمود. هناك بعض المستجدات ربما التي لدى ولد الشيخ من خلال جولته الأخيرة على عدد من العواصم هنا يعني في المنطقة في إيران وفي عمان وغيرها من العواصم، بالإضافة للتواصل مع السفراء في اليمن، سفراء الدول الخمس في اليمن الذين التقاهم في الرياض. هناك بعض المعلومات التي لدي، بعض المستجدات، لكنها في الأخير تعتبر ضمن التفاصيل الهامشية التي لا يمكن أن تغير من حقيقة أن الملف اليمني أصبح معقدا بشكل كبير، يعني يستعصي على الحل. وأنا في تصوري أن تحميل ولد الشيخ المسؤولية يعد خطأ كبيرا، لأنه مفوض دولي وكثيرا ما هوجم من قبل أطراف النزاع أو طرفي النزاع، يعني سواء كان الحكومة الشرعية أو كان الانقلابيون في الداخل بتهمة أو بأخرى. ولد الشيخ يريد أن يجد حلا سياسيا، الذي ألجأه إلى اختصار الملف السياسي في الملف الإنساني في الحديدة هو تعنت الانقلابيين. كان هناك عمليات عسكرية تحضر للحديدة قبل شهور، تدخل ولد الشيخ لدى التحالف العربي من أجل إيقاف هذه العمليات نجح في إيقافها، وبالتالي جاءت هذه المبادرة، مبادرة تسليم ميناء الحديدة لأطراف محايدة في الداخل يمنية عسكرية وإدارية مدنية، جاءت كحل أو كبديل للعملية العسكرية. بمعنى التحالف العربي قبل فترة طويلة عرض على الأمم المتحدة أن تشرف على الميناء، رفضت الأمم المتحدة بحجة أنها لا تملك الإمكانيات والأداء الأمني الذي يمكن أن يؤمن الميناء وعمليات التصدير والاستيراد. وعندما جاء الرفض بدأ التحالف مع الحكومة الشرعية بالإعداد لعملية عسكرية، تدخل الشيخ كما قلت لإيقافها وذهب إلى الأمم المتحدة وأخطرها في تقرير بذلك، وبناء على ذلك جاءت هذه الصيغة من أجل أن توقف هذه العملية، صيغة تسليم الميناء لجهة محايدة. طيب كيف يفهم الأمر فيما يخص المبادرة المطروحة من قبل ولد الشيخ فيما يخص ميناء الحديدة؟ الأمم المتحدة ترفض استلام الميناء لكنها تقدم من خلال ولد الشيخ مبادرة لتشغيل ميناء الحديدة وتسليمه إلى طرف ثالث، قيل أنه المقصود بهذا الطرف الثالث هي الأمم المتحدة.
لا يعني هو الحقيقة أنه مبهم للطرف الثالث، لكن في بعض التفاصيل يعني الذين شاركوا قبل شهور ورشة عمل عقدت في جنيف، شارك فيها مندوبون بشكل غير رسمي من الانقلابيين في الداخل ومن الحكومة الشرعية، صاغوا جملة من الأفكار صيغة في هذه المبادرة، وكانوا ينصون في هذه الورشة ورشة العمل على أن يسلم طرف ثالث محلي، بمعنى قوات عسكرية وأمنية من اليمن لم تشترك في الحرب لا مع الرئيس هادي ولا مع الانقلابيين، وكذلك أن يسلم الميناء لهيئة من رجال الأعمال ومن التجار اليمنيين يشرفون على تحصيل الجمارك والضرائب وعمليات الاستيراد والتصدير. طيب دكتور 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 محمد، ولد الشيخ أبدى مخاوفهم إزاء الخلافات التي يتم الحديث عنها في الإعلام في صنعاء، أبدأ مخاوفه حول هذه الخلافات، ما رأيك أنت؟ هل هي تضيف تعقيد ربما إلى الأزمة اليمنية أم أنها ستسهل أكثر في حل حالة المواقف المتصلبة في صنعاء؟ أنا أعتقد طبعا هو يعني عندما تكون الجهود أو عندما تكون الأطراف مختصرة في طرفين لا شك أن الجهود والشيخ سوف تكون أخف وسوف تكون مهمته أيسر، لكن عندما يتشعب المتشعب أصلا وتشظى المتشظي فالمهمة ستكون أصعب. لا هذا من جهة، ومن جهة يمكن أن نحسب أنه إذا استطاع ولد الشيخ أن ينتزع نوعا من التأييد لمبادرته من المؤتمر الشعبي العام فإنه سوف يكون قد حقق اختراقا كبيرا فيما لو أعيد بلورة مبادرة مجلس النواب الأخيرة التي يقول الحوثيون صراحة بأنها مبادرة استسلام، وبالأمس مندوب الحوثيين في ذمار يعني شن حملة كبيرة واسعة وشعواء على الرئيس السابق علي عبد الله صالح متهما إياه بالاستسلام بأنه لم يرفض الجبهات المقاتلين وبأنه يراوغ وبأنه قدم هذه المبادرة ومبادرة الاستسلام التي هي مبادرة مجلس النواب. فيما لو استطاع ولد الشيخ أن يقنع المؤتمر الشعبي العام فأعتقد أنه سوف نكون لدى الحكومة الشرعية شبه موافقة على هذه المبادرة، وإلا ما يكون هناك موقف واضح ورسمي حتى هذه اللحظة وأحد أطراف صنعاء موافق على ذلك، ويبقى من السهل التعاطي مع الطرف الآخر إذا ما استطاع ولد الشيخ أن ينتزع نوعا من الإيجابية والتعامل الإيجابي من طرف المؤتمر الشعبي العام تجاه هذه المبادرة. شكرا جزيلا لك دكتور محمد جميح، كنت معنا من الرياض. أعود وأختم ما تبقى من وقت مع ضيفي من صنعاء المحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي. أستاذ عبد الوهاب الشرفي، إذا استمعت إلى وجهة نظر الدكتور محمد جميح حول أداء ولد الشيخ، ربما أنت قلت أن أداءه يتركز حول التغطية للتحالف العربي، في حين هناك الكثير ممن يتفق مع ما طرحه الدكتور محمد جميح وأن ولد الشيخ يقدم والتغطية للانقلابيين في صنعاء وربما يغطي كثيرا على ممارساتهم وربما يمنحهم الكثير من الوقت بالحلول المطروحة، وفي تعامله وتعاطيه معهم هناك الكثير من السهولة وربما المرونة، يعني دليل مثلا ما كان تحدث به الدكتور محمد جميح حول معركة الحديدة، كانت هناك معركة قريبة، ولد الشيخ أوقف كل هذه التحركات لإعطاء فرصة وفسحة للعمل السياسي وللوساطة. طبعا الموقف المفترض من ولد الشيخ تجاه الحديث عن نوايا هجوم الهجوم على ميناء الحديدة هو الرفض البات، على اعتبار أن المسألة متعلقة أولا بتركة إنسانية هائلة موجودة على الواقع، إذا هجم ميناء الحديدة ستتضاعف أضعاف كثيرة، على اعتبار أن ميناء الحديدة الآن هو يمثل ما يقارب 80% من الحاجات الإنسانية تمر عبر هذا المنفذ من جهة، والأمر الآخر الجانب القانون الدولي باعتباره ميناء مدنيا، والجانب الثالث المتعلق بأن المسألة سيترتب عليها تحويل واحدة من أكبر المدن اليمنية إلى جبهة قتال، وبالتالي الإقدام على هذه الخطوة ليست يجب أن تكون مرفوضة ابتداء من ولد الشيخ. وأما مسألة ذهابه إلى التعاطي حول هذه النقطة هو الخطأ وليس قضية الرفض الخطأ، لو رفض كان هو الموقف الطبيعي، لكن المسألة هي متعلقة بأن ميناء الحديدة أساسا هي معركة متعلقة بالملف اليمني ككل، بمعنى أن النتيجة النهائية للمعركة في اليمن ستكون محسومة عن طريق مهاجمة. طيب ربما دليل آخر على فقط بسر الفكرة لو تكرمت. طيب هذا الأمر هو جعل السجال يخرج من دائرة أطراف صنعاء مقابل التحالف السعودي، ونقل السجال إلى مربع متقدم الآن بين
النظام العالمي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، على اعتبار أن هذه المعركة قد تخرج روسيا من المعادلة اليمنية تماما. هذه المعركة لو تم الإقدام عليها سيمكن أن يغيب طرف من معادلة القوى في البلد، هو طرف صنعاء، وستتفرد الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف السعودي بصياغة الحالة السياسية القادمة في البلد بعيدا عن الدور الروسي. وهذا الأمر ينقل السجال إلى السجال حول الحضور الأممي والحضور العالمي لروسيا، ولن تتساهل فيه، والجميع يذكر موقفها بمجرد أن أثير موضوع الحديدة. دخلت على الخط وخرج نائب وزير الخارجية الروسي يقول أن هذه المعركة من غير المقبول السماح بها. طيب، وأيضاً الآن أيضا يقال أنه من غير المقبول استمرار هذا التعاطي السلبي من قبل الانقلابيين مع كل الجهود المبذولة. باعتقادك إلى متى سيستمر هذا التعاطي السلبي، وما هي القوة التي يستند عليها الانقلابيين في صنعاء لهذا الرفض المتواصل والدائم لكل الجهود المقدمة من ولد الشيخ؟ هو نوع من التغرير أن نقول أن المسألة متعلقة بأطراف صنعاء أو حتى متعلقة بطرف هذه. في الأخير يقاس هذا الشيء بناء على تصريحات ولد الشيخ في إفادته الأخيرة، هو أشاد بالحكومة الشرعية وكل التنازلات المقدمة منها. يعني نحن هنا نستند إلى تصريحات ولد الشيخ. المسألة هذه أنا دائما أحسمها تماما بتعرضي لمقترح ولد الشيخ للحل الذي قبلته جميع الأطراف ورفضه طرف هذه، وبالتالي لا مجال للنقاش هنا. هناك أطراف قبلت المقترح الأممي وطرف رفضه. لم يتم التوجه على طرف هذه على الإطلاق لبدء الخوض والتعاطي مع الرؤية أو المقترح الذي قدمه ولد الشيخ، وبالتالي المسار الطبيعي وقف في هذه النقطة، وكان على ولد الشيخ أن يستمر ويواصل فيها. هروب ولد الشيخ إلى مسائل أخرى هو نوع من التواطؤ أساسا مع طرف هذه. لكن في الأخير أنا قلت لك المسألة الآن لم تعد أساسا متعلقة لا بأطراف صنعاء ولا بطرف هذه. الجميع يعرف أن هناك أجندات إقليمية هي التي باتت تتحكم في قضية السماح لإرادات الأطراف اليمنية بالتلاقي أو عدم التلاقي. إذا وجدت الإرادة السياسية لدى التحالف السعودي ولدى الولايات المتحدة الأمريكية بالسماح للأطراف اليمنية بالذهاب إلى حل، فالأمر ممكن ويسير. المسألة في الأخير هي لن تتعدى قضية التوافق، وتحتاج لعدد من الجدولات السياسية والترتيبات الأمنية والعسكرية. ويمكن طيب ما مصلحة التحالف العربي وتحديدا السعودية في أن لا يكون هناك حل؟ ربما وفق التسريبات الأخيرة التي نشرت في الصحافة الغربية هناك رغبة لدى السعودية بإيجاد حل وإنهاء ويقفل الملف اليمني. المصلحة هي باتت واحدة الآن. لم يعد حتى التحالف العربي لم يعد يعمل بأجندات واحدة. أنت تلاحظ في الأخير ما هو حاصل في محافظات الجنوب. في محافظات الجنوب طوال الفترة الماضية كانت تعتبر من المناطق الخاضعة أساسا لسيطرة التحالف العربي وحكومة هادي. لماذا على مدى عامين لم تمكن حكومة هادي على الإطلاق؟ كان يتم إعادة بن دغر بعد ساعتين أو ثلاث من وصوله إلى عدن. وبالتالي هناك مسائل أخرى متعلقة بحسابات إقليمية، سواء فيما يتعلق بالسجال ما بين المملكة العربية السعودية وبين إيران. هناك مسائل متعلقة بالسجال أيضا ما بين المملكة العربية السعودية وما بين الإمارات خلال الفترة الماضية، بينما الآن يبدو أن الأمر قد بدأ يتعدل. لكن على كل حال تظل الحسابات الإقليمية هي المسيطرة على توجيه الملف اليمني، وليست قضية رغبات الأطراف اليمنية. الأطراف اليمنية تحولت فقط إلى مجرد آلات كلما عليها أن تتكاتف. هذا واضح، وربما كان واضح من جدول زيارة هذا واضح أيضا وكان واضح ربما أكثر من خلال جدول زيارة ولد الشيخ الأخيرة إلى طهران والرياض. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الوهاب الشرفي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من صنعاء. وأيضا الشكر موصول لضيفنا من الرياض دكتور محمد جمعة. انتهت هذه الحلقة، تحية طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد.